محلات الكاراوكي منتشرة كثيراً في اليابان، إذ أن اليابانيين يعشقون السهر في جلسات بين الأصدقاء للغناء فيها مع ما توفره لهم من الخصوصية. إحدى سلسلة محلات الكاراوكي فتحت اليوم محلاً في قلب طوكيو يقدم الأطعمة الحلال لتشجيع المسلمين من المقيمين والسياح على ارتيادها لتكون الأولى من نوعها في بلاد مطلع الشمس. أنا أعشق الكاراوكي، لكنني لم أكن أستمتع بالطعام لأنهم لا يقدمون الحلال، لكن هنا لديهم الكثير من المأكولات اللذيذة وكلها حلال. حسب علمي إنها المرة الأولى التي يفتح فيها محل كاريوكي في اليابان. الكثير من المسلمين سيستمتعون بالكاريوكي مع أصدقائهم ويستمتعون بالطعام اللذيذ. الكثير من الزبائن المسلمين رحبوا بمبادرة إقامة مصلى في المحل. كنت متحمسة حينما كنت أغني، لكني أهدأ تلقائياً حينما أصلي، لذلك فإن هذه الغرفة جيدة بالنسبة لي. يتوقع خبراء الاقتصاد أن تنمو السوق العالمية لإنتاج وتوزيع المنتجات الحلال إلى صناعة قيمتها 1,600,000,000,000 دولار بحلول 2018. وجدنا أن الكثير من المسلمين يعشقون الكاراوكي، لذلك فتحنا محلاً لزبائننا المسلمين حتى يستمتعوا بالأكل والثقافة اليابانيين بدون حرج. ومع استعداد اليابان لاحتضان الألعاب الأولمبية في 2020، تبذل الشركات اليابانية أقصى جهودها لخدمة مئات الآلاف من المسلمين الذين يتوقع أن يزوروا اليابان في تلك الفترة. أعتقد أن عدد السياح المسلمين الآتين إلى اليابان سيرتفع كثيراً لو أننا حضرنا منشآت تقدم لهم ما يرغبون فيه هنا، كما نفعل هنا في مطعمنا. وتخطط سلسلة محلات كاراوكي مانيكي نيكو لفتح محلات عدة من هذا النوع في طوكيو.